الكرة من اللاعب كروان كردستان، تعود الكرة من جديد، أمجد من بعيد، جول جول، يوه 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 يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، تسلم رجليك وعاشت ايديك، يا ورد يا ورد يا لاعب يا لاعب يا جميل، كرة كرة ولا أجمل ولا أبعد، تسلم رجليك على هالكرة الجميلة وعلى الهدف الجميل في الوقت القاتل، بالوقت القاتل يسجل بالدقيقة 89، سجلوا عن طريق سجلوا بالوقت القاتل أهداف ثمينة وهدف هدف رائع ولا أجمل ولا أروع بالدقيقة 89 يسجل. شوف من منتصف ملعب فريق أربيل يسجل أمجد عطوان هدف يعني استغل تقدم الحارس. هي لحظة انت من تنتبه، هم سجلوا مازن فياض سجل لهم بالدقيقة 90 في شباك القاسم، علاء مهاوي بالدقيقة 77 في شباك أربيل، محمد قاسم بالدقيقة 80 بشباك النفط، مروان حسين بالدقيقة 85 بشباك الصناعات، علي فائز بالدقيقة 78 في شباك زاق، وهي أهداف اللي قدروا أن يفوزون من خلالها ويتعادلون مع النفط بهدف متأخر، هدف واحد تلقوه الشرطة بالدقيقة 89 أمام الزوراء. إذن هدف رائع ولا أروع، تسلم رجليك، احنا نتمنى نشوف أهداف ثمينة ومن يستغل الفرص يستطيع أن يسجل، لكن للأسف يعني شوط أول كان رتيب، شوط الثاني كان أفضل، شاهدنا أهداف في شوط المباراة الثاني، آكام هاشم راح يندم على الفرصة اللي أضاعها.